مولود القوس، عزيزي القوس، سؤالنا برأيك ما هو دور الأم بالأسرة؟ فيك تجاوبنا بالتعليقات لو سمحت. مهنيا ولا أجمل من هيك، بداية شهر شمسي ناري بامتياز، بصب بمصلحتك، بيحمل لك مفاجآت، أخبار حلوة، احتفالات مع بداية فصل الربيع وانتقال الشمس لبرج الحمل الصديق للبيت الخامس يلي بيسمح لك أنه تقدم أفضل النتائج المضمونة والملموسة. لكن بالرغم من الأجواء الإيجابية اللي ممكن تعاني من وجود القمر ببرج الجوزاء يومي السبت والأحد من مضايقات ضغوطات، بالإضافة لوجود الشمس اللي بآخر درجاتها ببرج الحوت، لشوية يعني متاعب. ما تنسى كمان زحل ونبتون ما بذكرهم دايما، إنما هني موجودين لفترة طويلة ببرج الحوت بمعاكسة مع برجك، يعني في منافسات، في خصومات، في مخاوف، في مخاوف كتيرة، في فوضى عدائية بتتطور لأزمة، ممكن لأوضاع معقدة. حاول انك ما تجازف بمصالحك، لكن رح يتبدل هالمشهد كله بس يوصل القمر لبرج السرطان الاثنين والثلاثة، وبتكون الحظوظ اكثر داعمة، بتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات اللي اخذتها، وممكن تبرهن للمشككين انه انت انسان عندك قدرات ومواهب كثيرة بتوصلك لنتيجة اكبر، ممكن توقع على عقد مهم، استثمار طويل الامد. نوصل للخبر الاهم يلي هو ناطره انت من زمان، بخليك الرقم الصعب بهالمعادلة الفلكية النارية، انتقال القمر لبرج الأسد بين الأربعاء والجمعة ليشكل مثلث فلكي مع الشمس يلي بدورة وصلت للحمل لتنضم لعطارد، يعني نوعية وقت ولا أجمل من هيك، مساعدة بشكل عام، بداية مرحلة نارية حلوة واعدة بالانفراجات والتغيرات والحظوظ الكتيرة. في عندك طاقات مهمة، طاقات سريعة بتسرع الأمور وبتقرب المفاجآت السارة وبتقدم لك النجاح المهني والأكاديمي والاجتماعي. يعني هالوجود القمر بالحمل هو مؤشر لإشراق رح تعيشه، بيوعدك بالنجاح والتوفيق، وبتفرح لكل شيء جديد بيدخل بحياتك، ممكن عليه وعلى راتب أو فرصة عمل جديدة. ألف مبروك للجوزاء، وبتمنى وقتها بيكون عنا نوعية وقت حلوة نستفيد منها للآخر. عاطفيا بدك تنتبه، بدك تكون جاهز وواعي جدا من هالاسبوع المتقلب الصعب يلي بيسبب لك شويه تعب بسبب وجود الزهره بمكان غير مناسب ببرج الحوت، بخلي المشاكل تكتر، مشاكل العائليه والشخصيه طبعا بتكتر عليك، العلاقه رح تكون غير مستقره، رح تتاثر بالاوضاع الحرجه اللي بتحاوطك. اما العازب ما تتوقع التقاء بحب جديد، الامر مستبعد بهالفتره، عليك انتظار الوقت المناسب لعلاقات عاطفية جديدة.